أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصص الأنبياء من كتاب الله المقدس. قصة النبي دانيال عليه السلام. الفصل الثالث. ومع مرور الزمن عمل الملك نبوخنصر تمثال من الذهب في وادي دور قريب من مدينة بابل، ارتفاعه 90 فوت وعرضه 9 فوت، وألزم كل موظفين المملكة أن يسجدوا لذا التمثال. وكان من الحاضرين أصحاب دانيال 3، وهم حنانيا وميشائيل وعزريا. وقف كل الناس قدام الصنم الكبير وأعلن المنادي الملكي وقال: يا ناس، بعد قليل فتعزف الموسيقى الملكية، وعندما تسمعونها لازم تسجدوا كلكم في الحال لذا التمثال العظيم. أي واحد ما يسجد بينزقل في وسط نار عظيمة مشتعلة. وعندما سمعوا الناس صوت الموسيقى الملكية سجدوا للتمثال، لكن أصحاب دانيال 3 ما سجدوا. فراحوا بعض رجال إلى الملك وقالوا: يا مولانا الملك العظيم، في 3 رجال من بني يعقوب عصوا أمرك وما سجدوا للتمثال. فغضب الملك نبوخنصر لما سمع ذا الكلام، وأمر بإحضار الرجال 3 وقال لهم: أنتوا يا 3 أصحاب دانيال، سمعتوا أنكم عصيتوا أمري وما سجدتوا للتمثال. أنا ذي الحين بعطيكم فرصة أخرى، إذا سجدتوا للتمثال عندما تسمعون الموسيقى الملكية فتنقذون أنفسكم من النار، ولكن إذا رفضتوا بنسقل بكم فيها ولا يقدر أي إله ينقذكم مني. يا حضرة الملك، ماشي داعي تأمر بعزف الموسيقى الملكية، لأن احنا ما بنعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو بينقذ نحن منك ومن النار. وحتى إذا ما بينقذ نحن ما بنسجد لصنمك. وعندما سمع الملك ذا الكلام تغير وجهه وغضب غضب شديد وقال: يا عسكر، زيدوا النار 7 أضعاف قوتها، وانتوا يا أقوى العساكر كتفوا ديل الرجال 3 وزقلوبهم في النار بسرعة. وأطاعوا العسكر أمر الملك وزقلوا بال3 رجال في النار، ومن كثر شدة النار امتدت لسنتها وحرقت العسكر اللي زقلوبهم وماتوا في الحال. ولكن بعد شوية قام الملك وصاح: كم نفر زقلناهم في النار؟ 3 ولا لا؟ نعم يا مولاي الملك العظيم، لكن أنا أشوف ذلك 4 رجال ما هم مكتفين وسط النار ويتحركون بحرية، والرابع مختلف عنهم، أعتقد أنه ملاك. وقام الملك نبوخنصر من مكانه وصاح: يا أصحاب دانيال، يا عبيد الله العلي القدير، أخرجوا من النار في الحال. فخرج الرجال 3 من النار فاستغرب كل الناس. فقال لهم الملك: يا أصحاب دانيال، الحمد لربكم اللي أرسل ملاكه لينقذكم. آمنتم بربكم ورفضتوا أن تطيعوا أوامري، وفضلتوا الموت على أن تعبدون غير ربكم، فأنا برقيكم من مناصبكم إلى أحسن. وذي الحين أنا بصدر ذا الأمر الجديد، أي واحد يسب آلهة دانيال وأصحابه 3 بقطعه قطع وبخرب بيته، لأن ذا الإله ما حد كماه.